اندفعت على بركة الله في ثاني أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية على مسافة السرعة مسافة 1200 متر. وزد اف الموزن تبدأ هذه الانطلاقة برفقة سوارة الذهب في المرتبة الثانية بوصول كذلك لنجاعة في المرتبة الثالثة مع قدوم كذلك سراب الوادي المركز الرابع حضور لواحة الخالدية في المرتبة الخامسة. من يأتي القدوم كذلك لإسناد الجفيران في المرتبة السادسة. هنا التنافس هنا الإثارة هنا الندية في ثاني أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية. هنا التنافس يشتد ما بين سوارة الذهب في هذا الدخول تتقدم للصدارة المركز الأول زد اف الموزن المرتبة الثانية. من يأتي القدوم لسراب الوادي الذي يندفع بكل قوة إلى 400 متر الفاصلة. التنافس يشتد أكثر فأكثر هنا 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 سراب الوادي يبدأ الدخول لانتزاع الصدارة تشتد المنافسة أكثر. من القادم من القادم جالمتي فاليت سياتي بالقدوم أيضا. هنا التنافس تحاضي ما بين سراب الوادي وكذلك سوارة الذهب من الداخل. سوارة الذهب ستعود للصدارة مرة أخرى للصدارة للمركز الأول. سوارة الذهب سوارة الذهب تواصل 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 مشاهدينا إلى خط النهاية تحقق الانتصار في ثاني أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية. هنا الإثارة هنا الندية مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام في ثاني أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية. هنا